اهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا في السادسه مره تانية وفي الوقت اللي استقبلت بيه القاهره ومصر كلها خبر فوز النادي الاهلي 2-0 على الوداد في عقر داره في المغرب في كازابلانكا. كان الموضوع في المغرب مختلف تماما، وكانت الهزيمه بمثابه زلزال، ما كانتش بالتاكيد هزيمه متوقعه، وخصوصا الحقيقه انه تصريحات ما قبل المباراه كانت بتشير انه الوداد جاهز لحسم التاهل من كازابلانكا. الحقيقه يمكن ده يلقي بظلاله بشكل كبير جدا على ردود الافعال في وسائل الاعلام المغربيه وعلى مشوار الوداد في قبل النهائي، استعدادا طبعا لمواجهه الاهلي يوم الجمعه المقبله في القاهره. من المغرب معانا الصحفي عبد الغفور درار، الصحفي بموقع العمق الرياضي المغربي، اهلا وسهلا بك. اهلا احمد سمير، شكرا على الاستضافه وشكرا لكل المصريين. عبد الغفور اهلا بيك. في البدايه يهمني اعرف ازاي شافت وسائل الاعلام، مش بس وسائل الاعلام، حتى الراي العام والشارع المغربي والجمهور الودادي خساره الوداد امام الاهلي على ملعبه في قبل نهائي افريقيا بنتيجه 2-0. نعم، هنا تذمر كبير لدى المناصرين ديال الفريق الوداد البيضاوي. كما قلت، الهزيمه بهدفين دون رد امام الاهلي أحدثت زلزال داخل أركان الفريق الأحمر، حيث الجماهير الودادية لم تكن تنتظر هذا الأداء أو الهزيمة بهدفين، وكيفية الطريقة التي جاءت بها الهزيمة أمام الأهلي المصري. قبل المقابلة الجماهير الودادية كانت تعتقد أن الوداد قادر على مواجهة الأهلي المصري في هذه المقابلة والفوز عليه بكل سهولة أو التعادل ثم الذهاب إلى مباراة القاهرة وهناك العودة بنتيجة إيجابية والتأهل إلى المباراة. من وجهة نظرك وفي تحليلك لسير المباراة، إيه هي أهم أسباب خسارة الوداد أمام الأهلي في مباراة الأمس؟ الأسباب الأساسية هو العياء لدى لاعبي الوداد، لأن البطولة لم تنتهي إلا الأسبوع الماضي عكس الفريق الأهلي الذي حسم لقب الدوري المصري منذ شهرين، حيث مدة التحضيرات لفريق الأهلي كانت كافية وجيدة عكس الوداد الذي لم يتعرف على حسم اللقب إلا في الدقائق الأخيرة للمباراة ومباراة فريق الرجاء، حيث الضياع اللقب أثر على نفسية اللاعبين. ميغيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد، ميغيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد، هل يتحمل من وجهة نظرك جزء من أو مسؤولية من في هزيمة الوداد في مباراة الأمس؟ لا، جاموندي لا يتحمل مسؤولية الخسارة أمام الوداد أمام الأهلي، لأن جاموندي أول مقابلة يقودها من دكة الاحتياط، لأنه في الدوري المغربي لم يكن ممنوع عليه، لم يكن كان ممنوع عليه مسموح له قيادة الوداد من كرسي الاحتياط. أول مقابلة يقودها وأول مقابلة قوية يخوضها فريق الوداد البيضاوي منذ تولي جاموندي قيادة السفينة الحمراء. عبد الغفور، إزاي بتشوف رؤية الفريق الوداد وجهازه الفني لمباراة العودة في القاهرة، وهل من الممكن أنه يكون في مغامرة في مواجهة الأهلي على ملعبه في مباراة العودة؟ الوداد البيضاوي في مباراة العودة في القاهرة سيلعب الكل، لم يعد له أي شيء يخسره في المقابلة، يا إما التأهل والعودة بنتيجة إيجابية من مصر أو الخسارة أو الإقصاء من العصبة. كان في يعني كلام سيلعب الكل رغم الغيابات الكبيرة. رصدنا كلام إنه كان في بعض اللاعبين اللي تم اتهامهم بالتقصير أو التهاون في مباراة الأمس، وبالتالي قد يغيبوا عن المواجهة القادمة، وقد نشهد أو قد تشهد المواجهة الدفع ببعض الوجوه الجديدة. صحة هذا الكلام؟ لا، هذا الكلام غير موجود بتاتا في الأوساط الريادية في الودادية. اللاعبين، أنا كما قلت لك، اللاعبين أثر عليهم ضياع اللقب
في الدقائق الأخيرة في الجولة الأخيرة من مباريات الدوري المغربي، أثر على نفسيتي مشتتة، الذهن ديال اللاعبين الوداد حيث لم يستطيعوا نسيان الدوري المحلي والتفكير فيما هو قادم وهو عصبة الأبطال الإفريقية ومواجهة الأهلي الذي نعتبره من أقوى الفرق الإفريقية ومن أول من المرشحين لنيل هذا اللقب. عبد الغفور ودادي ولا رجاوي؟ أنا صحفي. هل تتوقع أنه مباراة الأمس من الممكن أن يكون لها تأثير على نتيجة مباراة اليوم اللي هتجمع بين الزمالك المصري والرجاء المغربي؟ هنا تخوف من بعض الجماهير الرجاوية من السيناريو ذاتي، لأن الفريق الرجاوي يعاني من غيابات كثيرة أكثر من غيابات التي كان يعاني منها الوداد الرياضي، لأن الدفاع بدر بانون هو الموجود كمدافع أوسط في الفريق، إضافة إلى غيابات في وسط الميدان وفي الهجوم بعد رحيل أحداد بانتهاء عقده مع الرجاء والعودة إلى الزمالك، كل هذه الأشياء تصب في صالح الزمالك، لكن كما يقول المناصر والرجاويين المستحيل ليس رجاويا. أنا بشكرك شكرا جزيلا عبد الغفور درار الصحفي بموقع العمق الرياضي المغربي، كنا سعداء بالتواصل معك وكل التوفيق طبعا لنادي الزمالك المصري في مواجهته في قبل النهائي طبعا أمام فريق الرجاء المغربي، نتمناها طبعا أو نتمناه نهائي مصري خالص.